پیام سرتی حسام العواک جانشین فرماندهی تجمع افسران آزاد در ارتش آزادی سوریه. از طرف مردم و ارتش آزادی سوریه جنایت‌های ضد بشری خامنه‌ای و سپاه پاسداران او علیه مجاهدین خلق در اشرف و لیبرتی را محکوم می‌کنیم. جامعه بین المللی باید مالکی را به آزادی هفت گروگان وادار کند و ما مسئولیت سلامتی آنان را بر عهده سازمان ملل می دانیم. درود و سلام بر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مریم رجوی که مواضعشان در حمایت از انقلاب سوریه و ایستادگیشان در کنار خلق قهرمان سوریه برای ما بسیار ارزشمند است. شهدائنا وشهدائكم تحية إلى إخوتنا وأخواتنا في منظمة مجاهدي خلق الذين دفعوا الغالي والرخيص في سبيل حرية الشعب الإيراني العظيم متمسكين بمبادئهم لتحقيق أهداف الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية والعدالة. تحية إلى السيدة الرئيسة مريم رجوي التي نقدر مواقفها في دعم الثورة السورية ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الأبي. تحية إلى كل المتضامنين مع قضيتكم وأخص بالذكر أخواتنا وإخوتنا المضربين عن الطعام أينما وجدوا في جميع أصقاء العالم تضامنا مع أهلنا وأخوتنا في معسكري أشرف وليبرتي والمعتقلين في سجون الطاغية المالكي الذين يتعرضون لأقسى وأفشع حملات القتل والترهيب والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان بعاز من حكومة الملالي وصبيها نور المالكي وميليشياته التي ترتكب المجازر بحق سكان المعسكرين العزل والذين يتمتعون بالحماية الدولية بإشراف الأمم المتحدة ضاربين بعرض الحائط بكل القيم والأخلاقيات وذلك بارتكابهم مجازر جماعية بحق سكان هذين المعسكرين راح ضحيتهم العشرات وعلى رأسهم الأخت زهرة قائمي قائدة معسكر أشرف وعلى الرغم من الحصار الذي يشرف عليه ضباط من الحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع حكومة المالكي داخل عراقنا الحبيب استطاع أبطالنا في مجاهدي خلق إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى كل أصقاع العالم ليفضحوا وحشية وقذارة نظام الملالي وحكومة المالكي وميليشياته لذا وباسم الشعب السوري وجيشه الحر ندين جرائم خامنئي وضباطه من الحرس الثوري الإيراني الذين يقومون بأبشع الانتهاكات بحق منظمة مجاهدي خلق وفي معسكري أشرف طبعا وليبرتي نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على حكومة المالكي للإفراج عن الرهائن السبعة من ضمنهم أخوتنا وأخواتنا المجاهدات والمضربين عن الطعام منذ يوم اختطافهم ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية سلامتهم إناطة مهمة حماية أمن سكان مخيمي أشرف وليبرتي بحماية دولية من الأمم المتحدة وهو حق شرعي لأناس عزل لا يملكون أي وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس. في الختام نؤكد على وحدة الخندق بين مجاهدي خلق وجيش السوري الحر ضد محور الشياطين والطغاة المتمثل في دجال العصر علي خامنئي وصبيانه نور المالكي وبشار أسد وحسن نصر الله. تحية إلى كل شرفاء وأحرار العالم والسلام عليكم. العميد حسام العواك نائب قائد تجمع الضباط الأحرار في الجيش السوري الحر. به مجاهدان در اعتصاب غذای لیبرتی میگوییم ما در همبستگی با شما روزه خواهیم بود و تا زمانی که به یاری خدا به خواسته های مشترک ما نرسیم روزه‌دار خواهیم ماند. اخوتي المضربين احبابي الذين انتم طبعا تمثلون وترمزون الى 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 منظمه مجاهدي خلق
والذين تدعمون الحق والشرعية وتدعمون إخوتكم الذين اختطفتهم ميليشيات المالكي وعصاباته المجرمة بإشراف الحرس الثوري، نحن معكم قلبا وقالبا، ونحن سوف نوصل صوتكم إلى جميع أنحاء العالم وإلى الأمم المتحدة والدول الفاعلة، وسوف نقف إلى جانبكم حتى تحقيق أهدافكم ومبادئكم. وتحية لكم، ونحن سوف نتضامن معكم ونصوم معكم ولن نأكل حتى تتحقق مطالبنا ومطالبكم بإذن الله. پیام رانی حاتم، نویسنده و شاعر از فلسطین. کهکشان زهره در اشرف، اراده و شجاعت زن مجاهد خلق برای رسیدن به آزادی در ایران را به ما نشان داد. به ایستادگی شما برای آزادی هفت گروگان درود می‌فرستیم و قلب‌های ما با هفت گروگان ربوده شده اشرف است. أعزائنا الأفاضل من فلسطين، أكلمكم وأقول لكم من جبل الزيتون. في البداية أود أن أحيي السيدة مريم رجوي لأجل مناضلتها في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ونحن كلنا نقول لها أن استشهاديين الملحمة البطولية الأخرانية في الظاهرة بنت لنا الإرادة والشجاعة. امرأة مجاهدة في طريقها للوصول للحرية تتحدى إيران بكل ما لديها من قوة. أعزائي الأفاضل، ما ارتكبته الحكومة المالكية في المجزرة الأخيرة إنه يسجل ضدها، والأسرى أغلبهم من النساء، 7 من النساء أسيرات. إخوتي في مخيم الكتي على شكل عام، وإخواني الذين أعلموا إضراب الطهرم على شكل خاص، رغم ابتعاد المسافة بيننا، لكننا قلوبنا معكم ونحييكم من أجل دفاعكم عن حقوقكم الشرعية. والرهائن 7 الذين بيده القوات المالكية قلوبنا أيضا معهم، ونتمنى أن تسعوا جاهدين إلى كل المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية. نناشدكم، نحن أبناء الثورات وأبناء القدس العربية، نناشدكم بأن تنظروا إليهم بعين الرحمة لكي لا يعودوا إلى إيران وترتكب مجزرة جديدة بحقهم. وطبعا اختطاف الرهائن هذه عملية تعارض الإنسانية بشكل واضح. پیام مرقس اسکندر دندو، دبیر کل جنبش ملی کلدانی، به مجاهدان اعتصابی در لیبرتی: ای میهمانان مردم عراق، به پایداریتان برای رهایی گروگانهای اشرفی درود میفرستیم. شهدای شما شعله هایی هستند که راه مبارزه را در ایران روشن و تابناک میکنند. نحيي صمودكم يا ضيوف الشعب العراقي، ونحيي فيكم الروح النضالي أيها المعتصمون المضربين عن الطعام في ليبرتي، والذين قارعوا ويقارعون الدكتاتورية الدينية في قم وطهران. إن إغراضكم عن الطعام لهو النضال من أجل الإفراج عن إخوانكم التي اختطفها ذيل الملالي الحاكم في العراق، وخدمة لأعداء الشعب الإيراني الحر. إن أخوانكم الشهداء الذين سقطوا لهم شعلة وضاءة لتنير درب الحرية في إيران، وهم في عليين يرونكم ويعاضدونكم من أجل نيل الحرية والكرامة والعزة والسؤدد. ليسمع الضمير العالمي كم من المعاناة والحصار وسقوط شهداء وجرحى في صفوفكم، ونذكر منهم الشهيد الخالد الدكتور حسين مدني وأخوانه الشهداء، دفاعا عن العزة وكرامة الشعب الإيراني الذي ينشد الحرية والاستقلال. ولذا نناشد الضمير لكل من له ضمير، المجد كل المجد لشهداء المقاومة الإيرانية الباسلة أينما وجدت، الخزي والعار لذيول الملال الحاكمين على رقاب الشعب العراقي الأبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.